في الوقت الذي تنشغل فيه القوات الأمنية بحماية شعب بأكمله من خلال مقارعة الإرهاب وتقديم الدماء كأبسط تضحية للبلاد، يأتي قرار المفوضية الأوروبية بإدراج العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ليضع حجر عثرة جديد في طريق حكومة الكاظمي. خبراء أشاروا إلى أن القرار مجحف وخطير بحق الحكومة العراقية بعد الجهد الذي بذلته وتبذله في محاربة المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون، مشيرين إلى أن العراق يمر الآن في مرحلة متطورة فيما يخص الجانب الأمني ويستطيع أن يستقبل استثمارات كبيرة جدا. الاتحاد الأوروبي في قراره الأخير أنه إدراج العراق في القائمة الحمراء حول مسألة غسيل الأموال، ونحن نعلم أن للعراق التزامات كبيرة في هذه القضية. العراق قدم أكثر من مقترح اتجاه غسيل الأموال، والعراق سائر في هذه المسألة، وهناك حلول مع البنك المركزي وكذلك وزارة المالية وكذلك اللجنة المالية في مجلس النواب. ولهذا نحن نطالب الحكومة بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في سبيل رفع هذه الإشارة عن العراق. برلمانيون طالبوا الحكومة العراقية بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في سبيل رفع هذه الإشارة عن العراق من أجل استقطاب الاستثمارات للبلاد. قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بحق العراق باعتبار العراق من الدول المهزومة ومن الدول ذات الأخطار الكبيرة والدول الخطيرة، نعتقد قرار مجحف بحق الحكومة العراقية بحق الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية بمحاربة المجاميع الإرهابية. وأعتقد العراق الآن في مرحلة متقدمة جدا في موضوعة الأمن، وأعتقد هنالك استقرار كبير جدا لولا التشنج السياسي الآن ما بين الحكومة أو تحديدا الجانب الأمريكي وبعض الفصائل العراقية. نعتقد العراق الآن يشهد بحبوحة كبيرة من الأمن، ويستطيع حقيقة أن يستقبل استثمارات كبيرة جدا. كان من المفترض بالجانب الأمريكي وكذلك الأوروبي أن يوفران دعما كبير للحكومة العراقية. قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عقبة جديدة وضعت أمام حكومة الكاظمي، كيف سيتغلب عليها الكاظمي في ظل متناقضات الظروف وتعدد الأزمات؟